اهلا بيكي. اهلا حضرتك، ممكن تعرفنا بنفسك؟ دكتور حمدي سليمان، استشاري امراض القلب واستشاري توسيع الشرايين التاجيه والدعامات، وايضا الشرايين الطرفيه والشريان الاورطي في معهد الالف امبابه. دكتور، ما هي فوائد الدعامات او اجراء الجراحه البديله؟ هو الحقيقه الدعامات يعني كان في اكتر من نوع ظهر في خلال السنوات الماضيه. طبعا افضلها هي الدعامات الذكيه او الدوائيه، اللي هي بتبقى محمله بدواء وبنسميها دراج اليوتنج ستنت. الحقيقه الدعامات دي وظيفتها يعني قللت نسبه انسداد الشرايين بدرجه كبيره، خاصه المرضى السكر. الدعامات دي الحقيقه بتجينا من بره، من امريكا او من اوروبا، وبنستخدمها لتوسيع الشرايين و عمل دعامة للشريان. يعني ان انا بخلي جدار الشريان من الداخل مدعم بالدعامة دي، في نفس الوقت بيبقى فيه دواء بيفرز من الدعامة على جدار الشريان يمنع انسداد الشريان مرة تانية. والحقيقة ده جنب المرضى مرضى كتير ان هم يدخلوا في عمليات فتح القلب او جراحات القلب المفتوح لنتيجة نسبة الخطورة العالية اللي بيتعرض لها المريض. والدعامات الجديدة أو الذكية دي احنا بنستخدمها بقالنا فترة طويلة، يعني من 10 سنين أو أكتر، في حالات مرضى الشرايين التاجية، خاصة مرضى السكر عندهم سكر متقدم، أيضا المرضى اللي عندهم مشاكل صحية زي المريض اللي عنده مثلا انسداد رئوي او ازمه ربويه مزمنه، عنده مشاكل في الكلى او الكبد وما يتحملش انه يدخل جراحه او تخدير لساعات طويله. فبالتالي احنا بنعمل النهارده توسيع شريان واثنين وثلاثه، وبنجنب المريض اختار فتح القلب وجراحات القلب مفتوح، وان كان في حالات لابد من انها تدخل جراحه قلب مفتوح لزرع الشرايين او عملية توصيل الشرايين. فالحقيقة احنا بنختار المريض المناسب ان هو يخش جراحة او يخش يعمل توسيع وتركيب دعامات. طب دكتور، هي الدعامات دي بتساعد العيش لفترة اطول؟ الحقيقة هي بتقلل خطر الاصابة بجلطات تانية في الشريان او انسداد في الشريان، ايضا بتساعد المريض انه يعيش حياة مستقرة لفترات طويلة بدون معاناة، بدون ألم زبحة صدرية. هي مشاكل كتيرة المريض بدأ يتحسن، وبنعمل متابعة لمرضى على مدى أكتر من 10 سنين 15 سنة النهاردة، ونتائج ممتازة جدا طبعا، ودي حاجة منتشرة في العالم كله، وفي دراسات ضخمة جدا اتعملت على كل هذه الدعامات وأثبتت نجاحها بدرجة كبيرة جدا. شكرا يا دكتور لكل حضرتك معنا في فيديو. شكرا جدا.